نعم، عندما نشاهد أيضا أعضاء من الكونغرس الأمريكي يطالبون الإدارة الأمريكية بتسليم أوكرانيا طائرات مسيرة على غرار طائرات بيرقدار، يعني أصبحت الطائرات البيرقدار التركية هي عبارة عن نموذج ناجح لما يحدث في أوكرانيا من معارك هناك، حتى أن أعضاء الكونغرس الأمريكي طالبوا بتزويد الإدارة الأوكرانية بهذه الطائرات أو بمثيلات هذه الطائرات. ما الذي يعنيه ذلك لكم؟ بالطبع أن الطائرات المسيرة التي تقدمت من قبل الجمهورية التركية وأخذتها الجانب الأوكراني استفادت منها كثيرا في تغيير المعادلة العسكرية في الأراضي الأوكرانية، حيث تقوم هذه الطائرات بشن هجوم جوي مكثف على بعض القطاعات العسكرية الأوكرانية الروسية الموجودة في الأراضي الأوكرانية، أثبتت جدارتها في تخفيف أو محاصرة بعض القوات الروسية في الأراضي الأوكرانية، مما جعلهم ينسحبون من محيط العاصمة كييف وأيضا من شمال العاصمة كييف. عملية الانسحاب هي ليست عملية، برأيي أنا وبتحليلي الشخصي، هي ليست عملية انسحاب ضمن الخطة المحسوبة من قبل القوات الروسية، وإنما هي عملية انسحاب كونهم تجلوا خسائر كبيرة جدا، وهم باتوا ما بين قوسين أو أدنى من هزيمة مروعة، كون الاقتصاد الروسي اليوم يشهد انخفاض وضغوطات دولية كبيرة، وأيضا العقوبات التي أثرت سلبا على مجرى نعم دكتور الروسية، هجمات أو تظاهرات مدنية تطالب بإنهاء الحرب، وأيضا هناك الكثير من رجال الأعمال الروس وهم يطالبون بإبعاد أنفسهم عن هذه العقوبات التي قام بها الغرب وأيضا قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وهي وكما وعد السيد بوريس جونز وزير رئيس الوزراء البريطاني على أن هناك عقوبات قد تستمر في كل مطلع أسبوع، يكون هناك حزمة جديدة من العقوبات التي سوف تطال الأراضي الروسية.